عقد مجلس الأعمال الكندي المصري أمس مؤتمراً بعنوان الطاقة المتجددة مستقبل الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر بحث عدد من رجال الأعمال خطة تطوير قطاع الطاقة للنهوض بالاقتصاد المصري مع الحفاظ على البيئة. نتابع مع حضراتكم المزيد. ندرس النهاردة بالدور على الطاقة المتجددة. طبعا احنا أهمية الطاقة المتجددة على مستوى العالم يعني في ازدياد مستمر نتيجة طبعا للبوليوشن التلوث البيئي اللي حاصل في مستوى العالم من الوقود الأحفوري والبترول والكلام ده كله، زائد انه في بلاد مؤهلة انها ممكن يكون عندها يعني إمكانية توليد طاقة متجددة بأسعار رخيصة وزهيدة للغاية، طبعا اللي هي من أهمهم مصر. مصر عندها الحمد لله يعني شمس قوية جدا، عندها الرياح موجودة متوفرة بكثرة، عندنا الموارد المائية اللي ممكن نطلع منها برضو نجدد فيها نعمل منها طاقة متجددة. ومصر قطعت شوط كبير جدا في طاقة متجددة على مستوى العالم. النهاردة مع نضوب أو زيادة أسعار البترول، مع المشاكل اللي حصلت من الحرق اللي هو الوقود الأحفوري، وإن هو أدى إلى خروج كميات من أول أكسيد الكربون وتاني أكسيد الكربون اللي هي غازات اللي بنسميها اللي هي خاصة بالتغيرات المناخية، أصبح أجمع العالم كله إن هو لازم كلنا نتفق إن احنا لتخفيض على الأقل 20% من كمية الطاقة اللي هي مستخدم فيها الوقود التقليدي واستبدالها بالبدائل اللي هي بالطاقة الجديدة ومتجددة. النهاردة احنا في الندوة بتتكلم أساسا عن البيئة وعن أهمية المحافظة على البيئة من خلال ترشيد الطاقة وتحويل إلى طاقة بيئية. يعني إيه نربط الطاقة بالبيئة؟ يعني إن احنا نستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة، والحقيقة دي حاجة مهمة جدا جدا لكل مناحي الحياة. أنا بتكلم مثلا عن السياحة، احنا ما نقدرش نتكلم عن السياحة ومستقبل السياحة من غير طاقة جديدة ومتجددة. في ضوابط الدولة حطتها والحكومة حطتها إن لابد أي مشروع استثماري سياحي جديد لابد ألا يقل فيه 25% عن الطاقة المولدة عن طاقة جديدة ومتجددة. إحنا ركبنا محطة الطاقة الشمسية لأن الطاقة المتجددة بتهم قطاع السياحة، في إن النهاردة سائح الأجنبي بيدور على الجرين اوتيل. جرين اوتيل دي من ضمن الاساسيات فيها ان انا بعمل طاقه نظيفه عشان اقلل الكربون فوت برينت، وده التارجت بتاع شركه ماريوت العالميه ان تقلل الكربون اللي بيستهلك من الكهرباء ومن الغاز الطبيعي. فوجود الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه طاقه نظيفه ده بيساعد الاوتيل ان هو يقلل انبعاثات الكربونية اللي خارجة من الأوتيل، وده بيساعد بيرفع كفاءة البيئة وبيخلي البيئة نظيفة. مصر لديها رؤية 2030 تهدف إلى التركيز على الطاقات المتجددة والطاقة الصديقة للبيئة، ولذلك قمنا باستثمار في محطة بنبان ومحطة سيوة للطاقة الشمسية ومحطة جبل الزيت اللي بتعمل بالهواء، وكلها تهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة. بل أيضا الحكومة تتوسعت في هذا المجال إلى إضافة حوافز مشجعة لبعض الأوتيلات وبعض الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية وبعض المزارع الزراعية أن تتوجه للعمل بالطاقة الكهربائية من خلال مولدة من محطات الصديقة للبيئة التي تعمل بالشمس.